بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيزي طالب الثانوية العامة، أهلا بيك. ده الفيديو الثالث في توضيح نصوص الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة اللي بتحكي لك عن أكثر من شخصية. اتحللنا قبل كده، حللنا شخصية الدكتورة عائشة عبد الرحمن، النص بتاعها يعني الخاص بيها، وحللنا النص الخاص بفلورنس نايتنجيل، وده النص الثالث والأخير اللي هو بيحكي عن لطفية النادي. أنا عايز أقول لك بس إن إحنا عملنا كل نص في فيديو مستقل، علشان لو أنت عايز تذاكر كل نص لوحده فيكون تسمع فيديو الخاص بيه وبعدين تفرغه في ورقه وتبدا تذاكره. انصحك انك تمسك قلمك ومعاك كشكولك وتكتب الملاحظات دي معايا. يا ريتك توقف الفيديو وقت ما انت حابب تنقل حاجه وتكمل، لان انا بكون ماشي سريع شويه بحيث اني اوفر لك اكبر قدر من المعلومات. لو في حاجه مش واضحه انا بكون سعيد جدا باسئلتكم، على سواء على الواتساب او على التليجرام، او لو حتى سالتك او سالتني في الكومنتس تحت. كل ده بيكون شيء بيسعدني لاني بشعر باهتمامك بانك تذاكر، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقكم. تعالوا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي في النص ده في أوله كده، In 1932، في 1932، لطفية النادي was the first and only woman. بداية هو قال لك هنا was ليه يا مستر؟ لأنه أصلا الراجل بيحكي لك على 1932، ده ماضي. Was the first and the only woman، يعني أول امرأة والوحيدة يعني to join a new school. هي أول واحدة والمرأة الوحيدة التي شاركت أو التحقت بـ new school، مدرسة جديدة for pilots، مدرسة جديدة للطيارين. at الماذا ايربورت، في المطار اللي هو موجود في الماذا. تعال نقف هنا كده ونبدا نحلل القصه دي. بدايه انا عايزك تعرف ذا فيرست تو. ذا فيرست دي يعني اول، لو عايز اقول لك اول امراه يبقى ذا فيرست وومن. طب اول شخص ذا فيرست بيرسون. طيب ذا فيرست تو معناها اول شخص يقوم بشيء. انا عايز اقول لك ان احمد ده هو اول شخص يذاكر، يبقى هنقول احمد ذا فيرست بيرسون، ذا فيرست بوي تو ستادي. طب عايزين نقول بقى لطفيه النادي كانت اول امراه تلتحق بمدرسه الطيران، يبقى هنقول لطفيه النادي واز ذا فيرست وومن to join flying school. طب عايز اقول لك ان والدي اول واحد يلتحق بكليه الطب. My father was the first person to join the faculty of medicine. اذا the first man مثلا to reach my house، يعني اول شخص يصل الى منزلي. الملاحظه الثانيه كلمه join، لو قلنا join university معناها يلتحق بالجامعه، ولو قلنا join school معناها اول شخص يلتحق بالمدرسه، ولو قلنا join team يلتحق بالفريق. لو انت عايز تقول انا نفسي العب كوره وسالتحق بفريق كره قدم، I want to play football، I should join a team، لازم التحق بالفريق. الحاجه اللي بعد كده ان هو بيقول لك no school for pilots، مدرسه للطيارين. خد بالك من الفكره اللي هقول لك عليها دي. لو انت عايز تقول لي مدرسه بتخرج مدرسين فتقول a school for teachers. لو انت عايز تبقى دكتور فهيدخل a school for doctors. طب لو عايز تكون طيار هتقول a school for pilots. لو انت عايز تكون محامي يبقى a school for lawyers. وانت عارف اللويرز دول بيدرسوا ايه يا ترى؟ بيدرسوا اللو، القانون، اللي هو ايه يا مستر، اللي بالاي ده ولا اللي بالاو؟ لا اكيد طبعا انا حافظ ان هي دي اللي معناها قانون، لكن دي اللي بالاو دي معناها منخفض. فاكر لما كنا بنقول في الفيديو اللي فات low level اللي هو المستوى المنخفض، وعكسها الهاي ليفل؟ تمام، هي دي بقى. عندك لو دي اللي بايه دي معناها قانون، وقلنا في الفيديو اللي فات الخاص بعائشه بالفئه النادي كان بعائشه عبد الرحمن، كنا بنقول فيه يسن قانونا او يصدر قانونا، قلنا انتروديوس الو، فاكر دي؟ اكيد فاكرها. فبيقول لك هنا her parents did not want her to be a pilot. باباها ومامتها ما كانوا رافضين تماما انها تشتغل بايلوت، طياره. So النادي worked as، عشان كده اشتغلت كسكرتيري، سكرتيره، as Herbert to pay for her lessons. باباها ومامتها رفضوا ان هم يعلموها وقالوا لها كده عيشي مع نفسك. عايزك تاخد بس بالك من كم ملحوظه في الجزء اللي قراناه ده. كلمه work for او كلمه work بدايه معناها يعمل، وانت عارف اصلا قبل كده ان كلمه work دي من الاسماء ال uncountable، عشان كده بنقول much work ما بنقولش many work، صح كده؟ ولا بنقول many work؟ لا ما ينفعش نقول many work. طب هو انا يا مستر استحاله اقابل كلمه ورك دي جمع؟ لا ممكن تقابلها جمع، زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل اللي فات ان وركس دي معناها اعمال ادبيه واعمال هندسيه. فاكر لما كنا بنقول نجيب محفوظ هاز ميني جريت وركس، واقول لك انشنت ايجيبشنز هاد ميني جريت وركس، المصريين القدماء كان لهم اعمال هندسيه كبيره. نرجع لموضوعنا ان كلمه ورك از يعني يعمل ك، وبنجيب بعدها الوظيفه اللي الراجل شغال فيها. انا شخصيا اي ورك از ا دكتور، باباك دكتور فتقول ماي فادر وركس از a doctor. انا I work as a teacher، وهكذا. لو هي ممرضة يا شباب هنقول she works as a nurse. امال هي شغالة في مجال ايه الممرضة ديت؟ في مجال التمريض اللي اسمه ايه يا شطار؟ اكيد nursing. لو انت ناسي ارجع الفيديو اللي فات هتلاقيها موجودة فيه. طب work with دي معناها يعمل، وبنجيب بعدها اسم زميل العمل، زميل العمل بمعنى انا وانت شغالين في شركة مع بعض فاقول I work with you. طب شغالين في الشركة يبقى for وبعدها الشركة او المكان اللي بنشتغل فيه. طيب
انا وانت شغالين مهندسين، احمد وعمر، احمد وعمر الاثنين دول، احمد وعمر شغالين الاثنين مهندسين، عشان كده هقول لك احمد وركس ويز عمر، هما الاثنين شغالين في شركه هندسه، يبقى فور انجينيرنج كومباني. طب هما شغالين ايه الشباب دول يا ترى؟ از انجينيرز، كان يعني كمهندسين. سكرتيري دي اللي هو الراجل السكرتير، لو احنا مسكنا بطاقه السكرتير هنلاقي مكتوب فيها الكلمه دي، هنلاقي مكتوب فيها سكرتيري يعني سكرتير. طب هو بيعمل ايه السكرتير ده؟ بيعمل مهام سكرتاريه. عارف ان انك توقع على الورق وانك تكتبه على الكمبيوتر وانك تدخله للمدير وتمضيه وتخلص التليفونات والمكالمات، دي بنسميها سكرتاريال تاسكس، وممكن نقول عليها سكرتاريال ديوتيز. تعرف ان كان في شركه عامله اعلان وعايزه موظف يشتغل عندهم، الشركه دي كانت حاطه شرط اساسي كده ان هو يكون عنده سكرتاريال سكيلز، ان هو يكون عنده سكرتيريال سكيلز معناها مهارات سكرتاريه. اذا سكرتاريال تيجي مع تاسكس وديوتيز وسكيلز. طب اسالك سؤال بقى، شوف فهمت الموضوع ده ولا ايه؟ لما اقول لك مثلا ذا كومباني، ذا كومباني نيدد ان ا بيرسون، الشركه محتاجه شخص هوز اللي يكون عنده يعني سكرتاريال، يا ترى سكرتاريال نقط، يا ترى نقول سكرتاريال تاسكس ولا ديوتيز ولا سكيلز؟ اكيد يا مستر الشركه محتاجه شخص يكون عنده مهارات سكرتاريه، وبالتالي هنا هنقول سكرتاريال سكيلز اكيد يعني. وبعد ما يتوظف على خير كده هيبدا يعمل السكرتاريال تاسكس والسكرتاريال ديوتيز. تعال نكمل. لاحظ ان هنا بيقول لك تو باي فور هير ليسنز، خد بالك من حاجه، ان كلمه باي فور معناها يدفع ثمن شيء. انا عايز اشتري عربيه يبقى اي شود باي فور ذا كار، خد بالك باي فور ذا كار معناها يدفع ثمن السياره، باي فور ذا كار. طب ايه باي تو دي؟ معناها يدفع نقودا لشخص، عشان كده انا خدت منك سياره فهقول لك اي ويل باي فور ذا كار واكيد تو يو، عشان كده بنقول باي تو ماي داد، انا هدفع فلوس لابي فور ذا كار علشان ثمن السياره. وعلى فكره في باي اوف معناها يسدد ديونه. When she was only 26، لما كان عندها 26 سنة بس، النادي became the first woman to in Egypt to have a pilot's license، أول امرأة في مصر يكون عندها رخصة قيادة طيارة. خد بالك إن كلمة license دي معناها رخصة، لكن license دي معناها يرخص لشخص أن يفعل شيئا ما. عشان كده هقول لك can you license me leaving now، أو لما أقول لك the manager المدير licensed leaving at 2، المدير رخص لنا المشي المغادرة الساعة 2. طيب كلمة license معناها رخصة، do you have a license for driving، انت عندك رخصة للقيادة العربيات يعني. في in December 1933، في ديسمبر 1933 she became famous اصبحت مشهورة when she flew solo، لما قادت الطيارة لوحدها. انت عارف ان الطيار اصلا بيكون في الطيارة ديت pilot اللي هو الطيار، وبيكون معاه co-pilot اللي هو مساعد الطيران. لما تكون هي ماشيه لوحدها فنقول عملت سولو فلاي ان ان انترناشونال ريس، في سباق عالمي. بص بقى كده فلاي سولو دي معناها يطير لوحده. طيب ايه بقى ناشونال وانترناشونال؟ ناشونال دي اللي هي معناها المحلي، وانترناشونال دي اللي معناها الدولي. علشان كده لما اقول لك ناشونال اند انترناشونال نيوز بيبر، نيوز بيبرز معناها الصحف المحليه والدوليه. تمام كده اتفقنا؟ طيب نكمل بقى. which went from Cairo to Alexandria، اللي هو يعني هي كانت دخلت في سباقا دوليا، الاتفاق ده كان بين القاهره الى الاسكندريه. خد بالك هنا عايزك تعرف ان كلمه ريس دي معناها سباق، امال ايه ترى كومبيتيشن؟ معناها منافسه، اللي في المدرسه اللي بينك وبين زميلك في ماده الكيمياء والفيزياء والاحياء واكيد قبلهم الانجليزي يعني، بنسميها كومبيتيشن. وبالتالي ممكن تقول لي انجلش كومبيتيشن معناها منافسه في ماده اللغه الانجليزيه، ساينس كومبيتيشن منافسه في العلوم. يا ترى ايه سباق ريس دي؟ معناها سباق انك تجري قصادي بالسياره او برجلك او بالعجله، المهم ان فيها سباق يعني فيها مسابقه. وعايزك تعرف بقى الجمله دي لو جات لك في ترجمه ويقول لك the human race may disappear in 100 years، ده معناها ان الجنس البشري العرق البشري ربما ينتهي بعد 100 عام. ولما اقول لك برضه don't treat people، يعني اوعى تكون من النوع اللي بيعامل الناس according to يعني وفقا ل their races، لا تعامل الناس وفقا لأعراقهم، الأعراق يعني ده أبيض وده أسود وكده يعني. طيب الحاجة التانية كلمة go from to،
جو فروم تو يعني يذهب من المكان ده تو المكان ده. لو في مسابقة بين الشرقية والمنصورة فهنقول يو كان جو فروم شرقية تو منصورة. طيب الحاجة التانية اللي بعد كده بيقول لك she was only the second woman ever، يعني تاني واحدة على الإطلاق to fly like this، أن تطير بهذه الطريقة. خد بالك like this ممكن نستخدم بدلا منها in this way. إنها دي who had to stop flying. الأول قبل ما أمشي على الحتة دي كده عايزك تعرف the first person ever يعني أول شخص على الإطلاق. أنا عايز أقول لك أول مدرس على الإطلاق يدرس كيمياء، فهقول لك the first teacher ever to teach chemistry. طب أنا عايز أقول لك أول نجار على الإطلاق يصنع ترابيزات، فهقول لك the first carpenter ever to make أكيد tables. فأنا عايزك تفهم the first person ever. طب ليه ايفر يا مستر؟ ليه مش نيفر؟ ما هو انت بتقول لي اول شخص ان على الاطلاق يفعل. طب انت عارف لو انت عايز تقول ان ما فيش حد خالص عملها يبقى هنستخدم نيفر عشان نيفر مع النفي. طيب الحاجه اللي بعد كده هو قال لك ستوب فلاينج. ستوب دي يا سيدي معناها يتوقف عن، وستوب دي بعدها الكون الفعلي مضاف له اي ان جي او تو المصدر، لكن في فرق. ستوب اي ان جي دي معناها يبطل يعمل حاجه، يتوقف عن فعل شيء، لكن ستوب تو المصدر معناها يتوقف لكي يفعل. هقول لك على مثال سهل وبسيط، أنا وأنت ماشيين في الشارع قابلنا مطعم فأقول لك يلا نتوقف لكي نأكل، فعشان كده هقول لك stop to eat. طب يلا نتوقف لكي نشرب يبقى stop to drink. إذا stop to دي معناها يتوقف لكي، ولو قلنا stop to drink يتوقف لكي إيه يا شباب؟ يشرب. طيب نفترض بقى إن أنت عايز تستخدم stop و ing معناها يبطل يعمل حاجة، وإحنا راكبين في العربية الراجل طلع سجاير وولع، فأقول له please stop smoking. معناها ايه دي يا ترى؟ معناها توقف عن التدخين، بطل تدخين. ولا ينفع نقول توقف لكي ندخن؟ لا طبعا. فلما تقول ستوب وتجيب بعدها اي ان جي معناها بطل تعمل الحاجه دي. واحد بيقرا وانت زهقت منه فتقول ستوب ريدنج، يعني بطل قراءه. طيب واحنا ماشيين كده قابلنا مكتبه والمكتبه دي عجبتنا وانا عايز اقول لك توقف لكي نقرا كتابا، والله ما دام فيها لكي فهقول لك تو، فيبقى اقول ستوب تو ريد. يا رب تكون وصلت. الحاجه اللي بعد كده بقى في الموضوع ده stop flying after an accident، يعني هي توقفت عن الطيران بعد ان عملت حادثه. خد بالك ان يعمل حادثه دي ما اسمهاش ميك اكسيدنت، اوعى تتلخبط فيها وتقول ميك اكسيدنت، اسمها هاف ان اكسيدنت. عشان كده هنقول عايزك تقول لي كده وتساعدني في ترجمه الجمله دي، عايز اقول لك عايزين نترجم ونقول لقد اصبح معاقا بعد ان حدثت له حادثه، فهنقول هي بيكيم. يا ترى يا مستر هقول هي بيكيم ذا ديسيبلد ولا ديسيبلد بس؟ اكيد يا مستر ديسيبلد بس. ليه يا مستر مش ذا ديسيبلد؟ مصلك عايز تقول هو اصبح معاقا. طب ايه المشكله بين ديسيبلد وذا ديسيبلد يا مستر؟ ديسيبلد معناها معاق، لكن لو قلنا ذا ديسيبلد يعني فئه المعاقين كلهم، وهي تعامل اسم جمع. فاكر لما كنا بنقول بور فقير، لكن فئه الفقراء اسمهم ذا بور. اذا هي بيكيم ديسيبلد، لقد اصبح معاقا after an accident. بعد ايه يا ترى؟ بعد حادثه. وممكن اقول لك after he had an accident، بعد ما عمل حادثه. وبقول لك ان هي وهي ماتت كمان في عام 2002 aged 94، ماتت 2002 وكان عمرها 94. aged دي يا مستر بتفكرني بثلاث حاجات دايما تقولهم في كل فيديو، اللي هم aged at the age of، قول معايا كده aged واكيد at the age of، وانا عارفك سبقتني وقلت الثالثه اللي هي when he was. however however دي كان في ملحوظه عليها في الفيديو اللي فات يا مستر، فاكرها؟ اه انا فاكرها، كنا بنقول however strong he is او however strongly he hit me، فاكر دي؟ كنا بنقول however صفه فاعل verb to be، however ظرف فاعل فعل. لو انت مش فاكر الكلام ده ارجع للفيديو اللي فات اللي قبل ده على طول، اللي كنا بنحلل فيه الشخصيات في الوحده الثالثه، هتلاقي في الموضوع ده اللي كان بتاع فلورنس نايتنجيل. طيب وكلمنا برضو عن whatever اللي بنجيب بعدها اسم وفاعل وفعل، لو فاكر ارجع له. her achievements انجازاتها encouraged يعني شجعت other women to have a career in flying. طيب تعالى نبص على الموضوع ده كده الاول، اللي بقول لك انها ماتت. خد بالك داي دي معناها يموت، يا ريت تحفظهم علشان هم في الفيديو اللي فات واللي قبله برضو قبلونا. طب داي يموت، دايد معناها مات. هي دايد ان 2001، لقد مات في عام 2001. ايه ديد دي؟ ديد معناها ميت. لما يكون في ولد كده بيمشي بالليل وما بيفرقش معاه في الظلام فتقول هي هاد ديد هارت، ان هو عنده قلب ميت. طيب كلمه ديث دي اللي هو الموت نفسه، فاكر المثال اللي قلناه لما كنا بنقول don't fear death، لا تخف من الموت، because one day، لانك يوما ما you will die، ستموت. وبعدها هنقول ان he became dead، اصبح ميتا، فاكر دي؟
واتفقنا على كلمة ديدلي بمعنى مميت أو قاتل أو فتاك، والكلمة دي قلنا برضو إنها بتساوي كلمة فاتل. لو عايزين نقول أمراض فتاكة هنقول ديدلي ديزيزز أو فاتل ديزيزز. هي ديزيزز ولا ديزيزز يا مستر؟ لا ديزيزز، ما فيهاش إسات خالص الكلمة دي، ما فيهاش إسات في البرونسيشن طبعا مش الكتابة. طيب وقلنا برضو كلمة هير اتشيفمنتس الإنجازات. أنا عايزك تقف معايا وتفتكر لو أنت فاكر يعني كلمة اتشيف دي معناها يحقق أو ينجز. قلت لك إنها بتساوي يا أبطال ونحفظ بتساوي كلمة فولفيل وبتساوي كلمة اوبتين وبتساوي كمان كلمة اتين. كم كلمة دول يا ترى؟ أربعة. الأربعة دول بنفس المعنى، معناهم هم الأربعة يحقق أو ينجز. اتشيف الاسم منها اتشيفمنت، فولفيل فولفيلمنت، اوبتين اوبتينمنت، وممكن نقول اوبتيننج. طيب انكاريجد اذر وومن، encouraged يعني شجعت النساء الاخريات to have a career in flying. For example على سبيل المثال in 1944 ليندا مسعود became the first woman teacher، اول امراه معلمه at the flying school في مدرسه الطيران and عزيزه مهرام ديت later became a director there. اسمها عزيزه محرم دي اصبحت فيما بعد director there، يعني اصبحت مديره في المدرسه دي. تعال بقى نحلل الكلمتين الباقيين في الفيديو في النص ده. اولا كلمه encourage دي معناها يشجع. انا عايزك تحفظ الكلام ده لانه بتكرر، وعلى فكره احنا قلناه قبل كده، يعني ما تفتكرش ان انا بكرر نفس الفيديو. الكلام ده هو اللي في النص ده، هو نفس اللي في النص اللي فات واللي قبله، وهو اللي هتلاقيه في النص اللي بعده، وهو اللي اكيد هيجي في الامتحان. encourage يعني يشجع، معناها يشجع. ممكن نجيب بعدها مفعول تو المصدر، وممكن نجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. علشان كده عايز اقول لك بابايا بيشجعني ان اذاكر، يبقى my father encourages me to study، او ممكن اقول لك my father encourages studying. عايز اقول لك الحكومه بتشجع الشباب على بناء المنازل، يبقى the government encourages youth to build، وممكن اقول لك encourages building مباشره. طيب عايزك تعرف برضو كلمه to have a career in flying، يعني ان يكون له حياه مهنيه في مجال الطيران. طب عايز اقول لك ان ابي شجعني ان يكون لي حياه مهنيه في مجال التدريس، لانه my father encouraged me to have a career in teaching. For example دي معناها على سبيل المثال، ودي بنستخدمها في الباراجراف يا شباب، لكن set an example معناها يضرب مثالا او يعد مثالا على. انت عارف لما نقول دكتور زويل set an example for youth، لقد ضرب المثال للشباب. دكتور زويل ضرب مثالا للشباب. You are my example دي معناها انت مثلي الاعلى، انت المثال اللي انا بتبعه. لما تقول لمعلمك يو ار ماي اكزامبل يعني انت الموديل بتاعي، النموذج اللي انا بحتذي بيه. اخر حاجه خالص اللي هي كلمه ليتر دي معناها مؤخرا او فيما بعد. عشان كده اقول لك ام بيزي ناو، كان يو كام ليتر، انا مشغول دلوقتي، ممكن تيجي بعدين، يعني بالمصري كده الكلمه دي معناها بعدين. طب امال ايه ليتر دي؟ ليتر دي معناها الثاني من بين اثنين. يعني مثلا انت ماسك في ايدك قلمين، اديتني القلم ده فاقول لك نو اي نيد ذا ليتر وان، انا عايزك تديني القلم الثاني. طب انت ماسك في ايدك مثلا ساندوتشين، واحد جبنه وواحد بطاطس، فانا عايز البطاطس ده، انت بتمد عليا الجبنه فاقول لك نو اي نيد ذا ليتر وان، اديني الساندوتش الايه الثاني. اكيد طبعا ده مش طمع، لكن انا عشان ما بحبش دي فهتديني اللي انا بحبه، او انك ما تعزمش عليا من الاول يا عم. طيب الحاجه اللي بعد كده كمان كلمه ليت، وانا عايز اقولها لك ليت. لما نقول مثلا في الجمله ليت مراد، ليت مراد دي معناها المرحوم مراد، فكلمه ليت دي معناها المرحوم. يعني كلمه دايركتور دي معناها مدير، لما نقول ذا دايركتور اوف ذا سكول معناها مدير المدرسه. لكن لما يجي لك جمله زي دي كده في سياق الترجمه ويقول لك تلعب القراءه دورا هاما في توجيه الشباب، اذا هنستخدم كلمه دايركت بمعنى يوجه، وانت عارف ان دايركتور دي معناها مدير ومعناها المخرج زي دايركتور اوف ذا فيلم. طب ما يلا نترجم تلعب القراءة دورا هاما في توجيه الشباب، هنقول reading ولا the reading يا ترى؟ لا يا مستر انت قلت لي قبل كده اي فعل نضيف له اي ان جي علشان نحوله الاسم، ما نجيبش قبله ذا ونعامله انه مفرد. فاكر الاغنية دي؟ فنقول reading plays an important role، تلعب الرياضة دورا هاما. ان يا ترى ان ايه بقى؟ direct يعني يوجه. بس انا كده صح يا مستر؟ لا والله انت كده لسه في حاجة نسيت تقولها. احنا قايل لك قبل كده اي حرف جر نجيب بعده فعل لازم نضيف للفعل ده اي ان جي. اللغه برغم ان هي شيقه وممتعه بس فيها برضه حاجات لازم تحفظها. ثانيا انت بتقول لي في توجيه، يبقى ان دايركتنج. طب يا مستر هو انت ليه استخدمت هنا ان؟ هقول لك علشان انت لما يكون معاك صفه وبعد صفه اسم لازم تستخدم قبلهم ا او ان. فعشان كده فاكر لما كنا بنقول ا تول بوي،
a short girl، وبعدها برضو قلنا an important rule. بكده يا شباب نكون حللنا الثلاث نصوص الموجودين في الوحدة. أتمنى أن الفيديوهات دي تكون مفيدة ليكم. يا ريت يا شباب اشتركوا في القناة واعملوا شير للفيديو واعمل لايك للفيديو إذا كنت استفدت حاجة. أتمنى أنك ما تنسانيش من دعائك يا ربي، وربنا يوفقنا ونكمل مع بعض إن شاء الله الترم كله على خير. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.